السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العلي العظيم. الموضوع البحث هو الإرهاب في القانون الدولي. اخترت هذا الموضوع وذلك لأن هذا الموضوع من أخطر المواضيع على المجتمع. من أخطر الموضوعات على المجتمع الدولي، ولا سيما أن العراق قد تعرض إلى هجمات إرهابية عنيفة في الآونة الأخيرة من الزمن، لذلك اخترت هذا الموضوع للتعرف عليه بشكل واسع من خلال التعريف وبعض الأساليب التي مارسها الإرهابيون وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب. وتوصلت إلى أن إشكاليات البحث فيه هو عدم وجود تعريف واضح ومحدد للإرهاب، فكل دولة تعرفه حسب منظورها، فما يمكن أن اعتباره إرهاب في العراق يمكن اعتباره جهاد ونضال في دولة أخرى. بس هي مجرد للاختصار عن البحث، وكان اكو اختصار مثل التخريب او اغتيالات من بعض الاساليب، لكن طرقت لها بعض اساليب الارهاب الدولي فاخترت هذا. يعني كان المفترض تناول الاغتيالات اكثر من عمليه خطف الطائرات في غزه الرحمن، خطف الطائرات استقامت قديما ولم يتناول الارهاب والجريمه المنظمه. الارهاب يعتبر جريمه سادة تتشابه، يعني الجريمة المنظمة هي قيام مجموعة بصورة غير قانونية تستهدف جماعة أو أفراد يعني بشكل منظم. نعم تتشابه استاذ، تتشابه الإرهاب والجريمة من خلال الهيكل التنظيمي والتسلسل والفكرة استاذ، التشابه استاذ. سادة الإجرام السياسي هو اللي يكون الباعث على ارتكابه سياسيا. لا سادة، هو كل فعل فيه تهديد أو يخلق خطر عام على المجتمع أو الأفراد أو ممتلكات عامة كانت أو خاصة أو كانت تمس الدولة. ممكن سادة الإرهاب يعني ذو بعد سياسي بي. نعم أستاذ. لا أستاذ، مجرد أن القانون الدولي يتطرق يعني في مجال المكافحة أو متطرق للموضوع الإرهاب أو لا أستاذ. نعم أستاذ تختلف استاذ الارهاب الدولي يعني استاذ من قبل دوله مثلا تمس يعني الاحتجاج على موقف معين فيصير مثلا خطف الطائرات او احتجاز رهائن احتجاج على موقف معين، اما داخلي بداخل الدوله لا استاذ. انا طرقت بعض اساليب الارهاب الدولي يعني بعض الاساليب، واكو اساليب كثيره يعني. نعم
التمييز بين الحركات. نعم سعد، ممكن اكو ارهاب داخلي وارهاب دولي. نعم. اي قطاع قانوني؟ استاذ، هو القانون الدولي هو اللي ينظم، اذا كان دولي القانون الدولي للمكان اللي وقعت فيه الجريمه والقبض على المتهم. نعم. استاذ، من بعض دول الجوار يعني مسكوا في حالات ارهابيه وطبقوا القانون العراقي عليهم طبقا لمكان وقوع الجريمه والقبض على المتهم، واذا كان داخلي طبق عليه قانون مكافحه الارهاب رقم 13 سنه 2005. نعم. استاذ، تطرقت للمشكله، ما هي الارهاب الدولي؟ تطرقت للمشكله. استاذ، جانب تشريع يعني استاذ وتطبيق في نفس الوقت. لا استاذ، حتى يوصلون الى مثلا تعريف محدد وواضح للارهاب متفقين عليه جميع الدول والاطراف. شكرا سنة.